سواء أعانوا من أعراض قصيرة المدى أو بعيدة، المتعافون من كورونا قد ينقص ذكاؤهم بحسب دراسة حديثة أجراها باحثون في إمبريال كوليدج لندن ونشرتها مجلة نيو إنجلاند الطبية. الباحثون وعبر 8 مهام باستخدام التقارير الذاتية عبر الإنترنت قاموا بحساب الوظيفة المعرفية بين نحو 113 ألف شخص بالغ شاركوا بالدراسة وقارنوا نتائج الناجين من كورونا بنتائج نظرائهم غير المصابين. نتائج الدراسة كشفت أن الناجين من كورونا بوقت قصير يتراوح بين 4 أسابيع و 12 أسبوعاً لديهم عجز بسيط في الوظيفة الإدراكية والقدرة على التفكير، وسجلوا خسارة 3 نقاط في معدل الذكاء، وهو نفس المعدل لدى غير المصابين. أما المتعافون المشاركون في الدراسة والذين عانوا من أعراض طويلة المدى فسجلوا خسارة 6 نقاط في معدل الذكاء، في حين أن أولئك الذين تم قبولهم في وحدة العناية المركزة تعرضوا لما يعادل خسارة 9 نقاط. الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس قال أيضاً إن كورونا ربما يؤدي إلى اختلال في الذاكرة ونسيان وفقدان تركيز، لأن الفيروس قد يسبب تجلط الدم أو تخثره في المخ، ما يؤدي لحدوث جلطات صغيرة تؤثر عليه، مشيراً إلى أن إجراء الرنين المغناطيسي على المخ يساعد في تشخيص حدوث أي مشكلة بالذاكرة بعد التعافي من كورونا.